ازاي تجوز الحمام بالطريقة الصحيحة؟ لو طلع عندك زغلولين في الغالب بيبقوا دكر وانتايه، ومجرد ان انت تحطهم في عين بيتعودوا مع بعض، او حتى لو طايرين او مربي على السايب. لكن بتفرق لو انت مثلا عندك قص حمام في واحد منهم دار، واحد مات، واحد حصل له اي حاجة فبقى فرد، فانت مطالب ان انت تجوز النتايه تجيب لها دكر، او ان انت جايب دكر عن النتايه مش متعودين. هنعمل ايه؟ اول خطوة هنشوف عينين جنب بعض، هنحط الدكر في عين والنتاية في عين. بس ملحوظة مهمة، لو الدكر او النتاية كانوا متجوزين واحد فيهم مش موجود، ما ينفعش تاخد النتاية وتجوزها على طول او الدكر وتجوزها على طول، لازم هتخليه لوحده او اسبوع يا سيدي. ما تستعجلش، لانه لما تدخل عليه يعني الطرف التاني سواء ذكر او نتاية ممكن يضربوا بعض وما بقاش مهيأ للتزاوج في الفترة دي. طيب انت حطيتهم اهو في عينين، هتعمل ايه؟ وليكن انا حطيت ده الذكر اهو في عين ودي النتاية، ايه اللي انا هعمله؟ ما ينفعش اخد الذكر في العين بتاع النتاية. اللي هعمله ان انا هاخد النتاية كده واروح حطاها مع الذكر، يعني بدخل النتاية على الذكر بالطريقة دي. ومهم جدا اتابع وابص، طبعا هما يعني متجوزين فمش هنلاقي فيه التزاوج او مش هيحصل حاجة لانهم هما دول واخدين على بعض، لكن لازم تتابع في الفترة دي، لان بيبقى فيه احيانا نتاية بيبقى لسه صغيرة في العمر، يا اما بتبقى مش واخدين على بعض، فبتضطر ان انت لو حصل في اي ضرب تاني هتحطهم تعزلهم برضو كام يوم لوحدهم وترجع تعمل تكرر نفس العملية تاني، ان انت تدخل النتاية على الدكتور.